اهلا مساء عليكم، انا احمد كمال بتاع افلام. هنتكلم النهارده عن مسلسل نمره 2 اللي احنا عملنا عليه قبل كده حلقه، واتكلمنا عن قد ايه كم النجوم، وهنتكلم بتفاصيل اكتر في الحلقه دي عشان انا قلت لكم غلطه كده بس عرفناها بعد ما شفنا اول حلقه. هنتكلم النهارده عن قصه الناحيه الثانيه من نمره 2، وهي دي اول قصه معانا في المسلسل. ومش عارف بقى انا هسيبها لكم انتوا بتوع افلام، سيبوا لي رايكم تحت في الكومنتات. هل عايزيني بعد كل قصه اجي اعمل عنها، ولا استنى لما كل الحلقات تخلص واتكلم عنهم كل واحد ودي ريتنج وكده؟ براحتكم، سيبوا لي رايكم تحت في الكومنتات. يلا نخش في الحلقه، بس قبل ما ابتدي الحلقه عايزك تظبطني لايك وشير وسبسكرايب للقناه لو اول مره، وعايزك تشارك على انستغرام بيج والفيسبوك بيج وتدوس على جرس التنبيهات عشان تيجي لك الحلقه اول باول. ويلا بينا نخش في الحلقه. مبدئيا كده قصة الناحية التانية من بطولة الفنان عمرو يوسف والفنانة صبا مبارك وايضا الفنانة نهى عبدين، وكان في برضو ظهور الفنان تامر فرج وايضا الفنانة بسنت شوقي. والقصة دي من تأليف المؤلفة سامة عبد الخالق ومن اخراج المخرج الكبير جدا طارق العريان. وقصة المسلسل بسيطة جدا عن واحد متجوز بقاله فترة وحيحصل له مشاكل، وطبعا في بنت هتخش في النص وكل الكلام ده، واعتقد ان احنا شفنا منه كتير جدا. هل يا ابو حميد طيب طلع حلو؟ هل طلع وحش؟ عايز اقول لك كده مبدئيا يا معلم ان الحلقه ساعه ودقيقه او ساعه ودقيقتين حاجه زي كده، فانت كانك بتشوف شورت موفي، فيلم صغير كده زي بلاك ميرور مثلا، كل حلقه قصه مختلفه. عشان انا قلت لكم في الحلقه اللي فاتت كنت متخيل ان القصه مثلا ممكن تقعد 3 4 حلقات بعد كده ينتقلوا زي مثلا اسمتي ونصيبك، لكن طلع العكس، هو قصه كل حلقه زي شورت موفي كده. اول انطباع احب اقوله لك عن القصه دي ان انا من اول دقيقه في المسلسل لحد اخر دقيقه من المسلسل كنت قاعد مبسوط جدا وانا بتفرج عليه، برغم ان انا بقول لك قصه متكرره جدا بس معمول بطريقه جامده جدا وشياكه، وكادرات بقى طارق العريان وصوره طارق العريان، يعني تحس كده انك انت داخل فيلم لطارق العريان مع انه مسلسل، ودي يعتبر اول تجربه التلفزيونيه. سامع عبد الخالق يا جماعه الحصان الاسود في المسلسل ده او القصه دي، لان فعلا قد ايه الحوار واقعي جدا، حوار واقعي جدا بتشوفه حوالين كل الشباب اللي انت تعرفها او اصحابك المتجوزين او ايا كان ايه، كانك حاسس انك قاعد وسطيهم وبيتكلموا بكل واقعيه. وباكد على الموضوع ده يا جماعه لان فعلا السيناريو والحوار ما حسيتش فيه اي ملل في المسلسل، هو ده اللي كان مخليني متشد طول الحلقه، ان انا قاعد ايه ده صح طب ايه، وانت حاسس بعمرو يوسف، وخاصه الفويس اوفر بيحسسك بمشاعره جوه اكتر واكتر. سامع عبد الخالق عملت لنا ايه قبل كده؟ هي كانت من ضمن الورشه اللي عملت السيناريو والحوار لمسلسل لا تطفئ الشمس، وايضا مسلسل حلاوه الدنيا من بطوله الفنانه هند صبري، وايضا فيلم ليالي اوجيني من بطوله الفنان زوفر العابدين. ده غير طبعا اداء التمثيل اللي عمرو يوسف في المسلسل ده كان عالي جدا، وانا برضو بحب عمرو يوسف جدا وشايفه بيعمل اعمال قويه وتقيله وجامده، ولحد دلوقتي ما قلشتش منه الصراحه. وفي المسلسل ده بالذات بتشوف مشاعر بقى، الاختلاط المشاعر والصراع النفسي الداخلي ما بينه وبين نفسه، اللي هو طب انا اعمل ايه، طيب طب ازاي يعني. دي برضو تعود على الفنانه صبا مبارك يا جماعه. صبا مبارك احنا عارفين ان هي حلوه وجميله وكل حاجه وعلى دماغنا من فوق، مثلت دورها جامد جدا، الفتاة المتحررة الاوبن مايند جدا وخبرة، عندها خبرات كتيرة جدا في الحياة. وعجبتني كل المشاهد اللي كانت ما بينها وبين عمرو يوسف، خاصة المشهد الاخير والحوار اللي كان داير ما بينهم في اخر الحلقة، عجبتني جدا اللقطة دي، وبيفتكروني في لقطة الواقعية في الحوار اللي كان ما بينهم في الحتة دي. وطبعا لازم اذكر الفنانه نهى عبدين اللي انتوا عارفيني من خلال الشانل هنا، انا بحبها جدا ومقتنع ان هي موهوبه قوي الصراحه، وعملت دورها دور الزوجه اللي بقى لها فتره متجوزه كما قال الكتاب، وبرده بتشوف تفكيرها وبتشوف الصراع اللي جواها وقد ايه هي مأذيه من جوزها، وكل واحد شايف ان هو اللي غلطان. بس الصراحه الحاجه الوحيده اللي ممكن اقولها في نهى عبدين ان انا كنت عايزها في مشاهد اكتر واكتر الصراحه، لان في مشهد حلو جدا كان ما بينها
وبين عمرو يوسف طبعا انتوا عارفين الناس اللي شافت الحلقه او الناس اللي لسه هتشوف الحلقه هتعرفوا المشهد اللي انا بتكلم عليه، برغم ان هو طويل جدا وفي مكان واحد بس انت فعلا ما حسيتش بملل. هو ده اللي انا بكلمك فيه، والصراحه بدايه مبشره جدا لمسلسل انا كنت متوقع ان هو هيعمل بومين كده كده وان هو هيبقى مسلسل جامد. وطبعا يا جماعه زي ما انتوا شفتوا في اخر الحلقه ان الحلقه اللي جايه هتبقى من بطوله وقصه الفنانه نيلي كريم، واضح ان هي في بيروت وواضح ان في لبنان، واضح ان في سفر وكده. عامه السيزون ده هيبقى 8 حلقات، فاحنا لسه قدامنا 7 قصص. عرفنا قصه نيلي كريم، طبعا لسه في ماجد الكدواني وشيرين رضا ومنى زكي واسر ياسين وامينه خليل، ولسه في ليله كبيره يعني. ومن الاخر تقييمي لحلقه الناحيه الثانيه هو 8/10. وبعد البداية المبشرة دي فعلا يا جماعة هستنى كل يوم خميس على حلقة جديدة او قصة جديدة من مسلسل نمرة 2. ولو عجبتك طبعا الحلقة دي عايزك تدوس لايك وشير وسبسكرايب للقناة لو اول مرة، وعايزك تشترك على انستجرام بيج وفيسبوك بيج وتدوس على جرس التنبيهات عشان تجيلك الحلقة اول باول. وطبعا سيب لي رأيك تحت في الكومنتات وهناخد وندي زي ما احنا متعودين، وسيب لي برضو رأيك زي ما انا قلت لك في اول الحلقة، عايزيني اعمل حلقة بعد كل قصة ولا عايزيني استنى لما كل القصص تخلص ونعمل حلقة شاملة. واحلى مسا عليكم.